السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم مشاهدي قناة الساحل في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قراءة في الحدث. نتناول فيها هذا المساء انطلاق أعمال ورشة للمصادقة على الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري المنظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية بالتعاون مع البنك الدولي. يهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا والذي يشارك فيه العديد من الأطر والفاعلين من مختلف القطاعات المعنية بمجال التجارة إلى مناقشة محتوى هذه الدراسة التشخيصية واستعراض وتحليل الموضوعات المختلفة التي عرضت لها وجمع توصيات المشاركين من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي. أوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة أنها متحمدي بن مكناس بالمناسبة أن هذه الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري منجزة من طرف البنك الدولي طبعا لفائدة موريتانيا في إطار برنامج الإطار المندمج لتعزيز القدرات في مجال التجارة، وأضافت أن هذا الإطار المندمج عبارة عن برنامج متعدد المانحين لمنظمة التجارة العالمية يرمي إلى تعزيز القدرات التجارية للبلدان الأقل نموا والتي لم تتمكن من الاستفادة من الفرص التجارية التي تتيحها حرية الأسواق العالمية. معي لإثراء نقاش هذه الحلقة الدكتور وائل منصور الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتي. هذا من دواعي سروري التواجد شكرا معكم. شكرا لكم أيضا على قبول هذه الدعوة. بداية شكراً. لو تحدثنا عن هذا البرنامج وهذه الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي على ضوء هذه الدراسة التي أعد البنك الدولي حول الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري في موريتانيا. نعم، إن هذه الدراسة أتت بطلب من الحكومة الموريتانية متمثلة بوزارة التجارة كما ذكرت لتحديث الدراسة السابقة التي أتت في العام 2001، والأهداف كانت فعلا لتقييم، أولا تقييم ما تحقق من تقدم في مجال تنسيق التجارة، ثانيا إكمال وتعميق التحليل في بعض الموضوعات التي سنتحدث عنها والقطاعات التي سنتحدث عنها، وثالثا مراجعة وتحديث مصفوفة العمل، لأن رؤية الوزارة ورؤية الحكومة الموريتانية هي ليس فقط التشخيص بما هو، ولكن أيضا العمل وتنفيذ العمل للموريتانيين. وهذه التجارة أتت بالتعاون مع وتمويل منظمة التجارة العالمية، وأصبحت أيضا أتت بعد جهد كبير من فريق عمل متألف من خبراء من البنك الدولي، خبراء موريتانيين، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والهيئات المدنية والتكامل مع مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية. جميل جدا. لو تنزلنا بالحوار إلى هذه الوثيقة والدراسة، ورد فيها مثلا عنوان كبير مذكرة حول الصيد البحري والنقل البري في موريتانيا، يعني تناول هذا الباب مثلا موجز تقول في دراسة تنقل صادرات منتجات صيد البحري ومشتقاته في الغالب عن طريق البحر ما يتفق مع طبيعة المنتجات الرئيسية المصدرة مجمدة كانت أم دقيق مثلا كدقيق السمك، في المقابل هنا حركة نقل بري مكثف للمنتجات الطازجة. في هذا السياق يعني قدمت الدراسة مجموعة مثلا من البيانات الصادرة عن الجمارك الموريتانية المتعلقة بقطاع الصيد البحري والتي بلغت 560 مليون دولار عام 2014. يعني كيف استقيتم هذه المعلومات؟ يعني وهي ومعروف أن موريتانيا ربما لازالت المعلومة فيها تجد بعض الصعوبات لتصل إليها. نعم، قبل أن أجيب عن السؤال، وهو أريد أن أقول أن هذه الدراسة أتت للنظر إلى قطاعات يمكن أن تفيد النمو
في موريتانيا. ولذلك الصيد هو واحد من أهم القطاعات التي يمكن أن تلعب دور متجدد. إضافة إلى الصيد كما قلت هناك التجارة والنقل البري، هناك القطاع السياحي، هناك قطاعات حيوية، قطاعات حيوية وحيوية أخرى. أما بالنسبة للبيانات وهو الدراسة أخذت أكثر من عام لتحديثها، وفعلا هناك جهد انصب ما بين خبراء البنك الدولي والخبراء الموريتانيين والحكومة لاستقاء المعلومة والبحث. هنا المعلومات موجودة، ولكن هناك جهد يجب أن يبذل كي تجمع كلها مع بعض، وهذا ما استطعنا فعله. وهو ضمن التحدث اولا الى الوزارات المعنيه، وهذه وزاره الصيد، وزاره التجاره، استقاء ما لديها اداره الجمارك، استقاء ما لديها من معلومات، مقارنتها مع المعلومات والارقام التي تاتي من القطاع الخاص، ثم مقارنتها مع البيانات الدوليه التي موجوده مثلا في بيانات البنك الدولي او بيانات المنظمه التجاره العالميه. فهناك هذا العمل والمجهود الذي اخذ كل هذا الوقت. جدا بالعوده دائما للدراسه تعكس البيانات تصدير الماخوذ مصادر اخرى، رؤيه مختلفه تقول الدراسه عن التجاره الخارجيه فحص بيانات الشركه الموريتانيه لسوق الاسماك والمنتجات المجمدة، البنك المركزي الموريتاني، دقيق السمك، البيانات الأوروبية المتعلقة باستيراد الأسماك الطازجة من موريتانيا، بلغ الحجم السنوي للصادرات رقما أقل في سنة 2014 أي 142 ألف طن تم تصديرها بقيمة 390 مثلا مليون دولار، منها 275 مليون دولار مقابل الأخطبوط والأسماك المجمدة. يعني خلصت الدراسة هنا إلى باب يتعلق بضعف استغلال مثلا الفرص المتاحة. عندما نتجاوز الأرقام التي قدمت الدراسة عن المنتجات السمكية ومثلا تصدير هذه المنتجات والضعف التباين ربما كما تصف الدراسة، هناك تباين في الأرقام وفي حتى الآليات التي يمكن لقطاع الصيد التقليدي أن ينهض بها من خلال مثلا المبردات، الحاويات، استيراد هذه الآليات. هناك ضعف تقول الدراسة في استغلال الفرص المتاحة، حيث تقوم موريتانيا إلى جانب السنغال ومالي باستيراد المنتجات الطازجة، فواكه، خضروات من المغرب مثلا، وايضا اوروبا عبر طريق البريه بواسطة شاحنات مبرده يتم انجاز ما متوسطه 1000 شاحنه في الشهر من خلال الحدود الشماليه. يعني كيف يمكن مثلا مقارنه ما تحصلتم عليه في مجال مثلا الصيد، قطاع الصيد البحري، وما يتعلق به من ارقام وواردات وصادرات سواء على مستوى الاليات او مستوى المادة المسوقة في السوق العالمية؟ ومعروف أن السوق السمك هي سوق نشطة ويعني تدر بالدخل على خزينة الدولة الموريتانية، بالمقارنة مع مثلا استيراد المنتجات الأخرى كالفواكه والتي شهد هذا القطاع، قطاع مثلا زراعة الفواكه بالتحديد ضعفا ربما في السنوات الأخيرة من سنوات السبعين كان هناك جفاف في موريتانيا وما تلاه مشاريع اقتصادية وزراعية كانت دون المستوى المطلوب. نعم، سؤال جيد، سؤال جدا، وسؤال في محله، لأن الدراسة هي عبارة، ماذا تريد أن نقول؟ هو ما هو مستقبل موريتانيا؟ ما هو مستقبل النمو في موريتانيا؟ وكيف التكامل ما بين جميع هذه القطاعات؟ يعني مثلا قطاع مثل قطاع الصيد الذي يدر الأرباح ويمكن أن يخلق فرص عمل، يمكن أن يكون أكبر ومفعل أكثر من خلال مثلا بعض الإصلاحات التي قامت مؤخرا الدولة الموريتانية، غيرت نظام الكوتا في الدفع، تحديث الأسطول، تحديث القوانين، القوانين. هناك في كل قطاع هناك ثلاثة أجزاء. هناك الجزء المتعلق بالاستثمار في البنى التحتية كالمرافق، كالصيد، كمراكب الصيد، كالحاويات، مستوعبات، هذا شق.
مبردات وغيرها. مبردات وغيرها. هناك الشق الحوكمة التي يتعلق بالتشريعات في مجال الصيد، القوانين وأطر أطر الإدارة، لأن هذه هناك ضعف في موريتانيا، هو إطار التنظيم وإدارة هذه القطاعات كقطاع الصيد. والثالث هو المورد البشري في هذه القطاعات، واللي هو الأهم. هو الأهم. لأنه هذه هي الموارد التي تؤمن استمرارية القطاعات. وعندما نأخذ هذه الثلاث نقاط، الجهد هنا في تمويلها، والتمويل ليس فقط تمويل من الحكومة، موازنة الحكومة، ولكن هو أيضا تمويل من القطاع، شركات دوليين طبعا، ولكن الأهم القطاع الخاص الموريتاني الذي هو يجب أن يتعلق تشجيعه طبعا بمجموعة طبعًا القوانين المنظمة طبعا، ويمكن أن نتحدث عن هذا. ولكن لأعود إلى الترابط، إن حجم لدى موريتانيا موارد كثيرة، منها الزراعة، منها قطاع الصيد. وفي هذا المجال يعني على ذكر الزراعة، يعني قلتم بأن هناك ضعف في استغلال الفرص المتاحة. نعم، قدرات موريتانيا الزراعية أكبر مما هو متهيألي. يعني الفواكه، يمكن إنتاج الفواكه والخضار في موريتانيا، والتقليل من الاعتماد على الواردات، وتحفيز قطاعات أخرى غير التعدين. التعدين هو أكبر قطاع، ولكن ماذا نريد؟ نريد أن نصل إلى 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 قطاعات أخرى يمكن أن تنافس داخليا، أن تلبي الطلب الداخلي والعالمي. والزراعة هو واحد، الصيد هو آخر، وقطاع الحيوانات، فهذا أيضا اللحوم إلى آخره، هذا أيضا قطاعات يمكن الاستفادة منها لتطوير. سنعود لي القطاع الزراعي وما أتت الدراسة على ذكره من أرقام ومعوقات ربما في هذا القطاع، خصوصا أن موريتانيا حسب بعض الدراسات الزراعية والمختصة التي تقول بأن موريتانيا يمكن أن توفر سلة غذاء طبعا محلي لموريتانيا، وربما صالحة للتصدير في المستقبل. تقول الدراسة بأن الدعم الحكومي مثلا تركز في إيجاد بدائل للواردات من الأرز، يعني وأن الدولة استثمرت موارد مهمة في توسعة المناطق في وادي نهر السنغال لإنتاج الأرز، وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي، وقد تحقق بالفعل حوالي 65% خلال العام 2011-2013، وإلى حوالي 80% من العام 2000. على نفس المنوال تستهدف العمليات الزراعية الأخرى السوق الداخلية، مثلا أن هذا الناتج المحلي من الأرز وإن شكل اكتفاء ذاتي بنسبة 65%، فإنه سيوجه لمحالة إلى السوق، أولا السوق الداخلي، السوق المحلية، لكن هناك فرص مهمة أمام شرائح فقيرة عرضت لها الدراسة ربما غير مصنفة. بعد أن كانت موريتانيا تحت المرتبة الثانية مثلا في تصدير الصمغ العربي، أصبحت الآن تلعب دورا هامشيا في 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 السوق العالمية من خلال تصدير هذه المادة. يعني المعوقات التي رأت الدراسة أنها تعوق ربما هدف الاكتفاء الذاتي الذي تنشده الحكومة الموريتانية في مجال الأرز، في مجال زراعة الخضروات، وخصوصا من الجنوب الموريتاني بيئة صالحة وخصبة للزراعة بمختلف أنواعها. نعم، هو الهدف ليس بحد ذاته. عندما نتكلم عن الاكتفاء الذاتي، يجد على المشاهد الكريم التمييز، لا يمكن موريتانيا أن تنتج كل شيء، وهنا أهمية التجارة، ولكن يمكن لموريتانيا استغلال المقومات لديها. تفضلت وذكرت موارد طبيعية، ذكرت موارد الزراعة من فواكه وخضرة، صمغ عربي، كلها يمكن أن تنتج محليا. لماذا؟ لأنها تخفف من الطلب الخارجي، وتخفف من حدة التقلبات الأسعار. وعندما تأتي موريتانيا وتدمج نفسها في منظومة عالمية من التجارة، ولديها ما تصدر وما تستورد، يصبح هذا هو الاكتفاء الذاتي كما نعرفه في البنك الدولي، وكما نعرفه في الاقتصاد عامة، وليس إنتاج كل شيء،
ولكن الاعتماد على المقومات الداخلية لخلق سلسلة إنتاج من الزراعة، ويمكن البدء من الزراعة إلى الصناعة إلى الصيد إلى السياحة، كلها مترابطة، ويمكن بالتالي خلق هذه الدينامية مع هذا ما أسميه اكتفاء ذاتي. القطاع الزراعة هو قطاع مهم جدا. لماذا؟ أولا هو قطاع كبير، أكبر من ما يعتقد البعض. هو يمثل حوالي 12% من الناتج القومي، ويوظف أعداد كبيرة من المواطنين الموريتانيين، خصوصا في الأرياف. وهم عادة في هذه المناطق تكون مناطق أكثر فقرا من المدينة. فعندما تؤمن قطاع زراعي تعمل إصلاحات، ماذا يحدث؟ يرتفع مدخول هذه الأسر الأسر، تحسن في بيئة الاستثمار في هذا القطاع، وبالتالي ينعكس إيجابا أيضا على المدينة، كون المنتجات الزراعية ستكون متوفرة بوفرة أكبر، تأخذ المدينة وتخفض الأكلاف. فهناك تكامل يصبح ما بين قطاع كقطاع الزراعي، واللي هو قطاع في الأرياف، وهو مورد إلى المدينة. وبالتالي عندما تحسن من دخل الأسر، تحسن من استهلاكها، وتخفض نسب الفقر، وتخلق فرص العمل. وكي تخلق فرص العمل في الزراعة تحديدا في موريتانيا، يجب أن تخلق القيمة المضافة. هناك قيمة مضافة تبدأ في المنتجات الزراعية، ثم تنتقل إلى المنتجات الزراعية الصناعية، يمكن تصنع المواد الأكل التشاركية. طبعا جميل. بالعودة إلى الدراسة، دائما تناقضات أوردتها الدراسة التشخيصية، تناقضات في قطاع تربية المواشي والثروة الحيوانية، والتي تمثل مكانة مهمة في النشاط الاقتصادي، مع ضعف جوانب التوثيق ربما والاستدامة في هذا القطاع. فقد طبعا أنتم أكيد في البنك الدولي تعرفون أن موريتانيا لديها مقدرات فيما يتعلق بالماشية هائلة جدا، يمكن أن تغطي السوق المحلية، ويمكن أن يصدر منها إلى 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 الدول الخارجية، وخصوصا دول الجوار التي غالبا ما تعتمد على موريتانيا في مجال توفير هذه المادة الأولية، وهي اللحوم الحمراء. طبعا وغير اللحوم الحمراء، هناك استغلال ربما يصفه بعض المراقبين الاقتصاديين بالخجول في هذا القطاع فيما يتعلق بالألبان والصناعات الألبان وغيرها. يعني ما هي التناقضات التي رأت الدراسة أنها مست هذا الجانب، خصوصا أن تربية المواشي والثروة من ركائز الاقتصاد الموريتاني، وتقدر الحسابات الوطنية في هذا القطاع الاقتصادي بحوالي 15%، نظرا لأن عملية هذا القطاع ليس لها طابع رسمي. يعني أن تربية المواشي مثلا ليس لها ذلك الطابع الرسمي، هي عند البدو الرحل، لا توجد ربما بعثات لمراقبة هذه الماشية، إعطاء الدواء لها في فترات الصيف والفترات التي تنتشر فيها الأمراض والأوبئة في الماشية. طبعا التناقضات، طبعا لقد لخصت بشكل وافي هذه التناقضات. فمثلا بلد كموريتانيا لديه واحد من أكبر قطاعات الماشية من حيث عدد الأفراد، وهو قطاع هائل، ويقال أن أرقام الماشية أكبر بكثير مما يمكن باله. ولكن يعاني هذا القطاع من تهميش معين، وهو لأنه ليس مدار بشكل صحيح. هو قطاع غير رسمي، غير منظم. المربو المواشي هم معظمهم فقراء، ليس لديهم دخل محدود، ولديهم دخل حتى، ولديهم فكر الاستثمار، وليس لديهم القدرة على التسليف، على حصول على التسليف الضروري ومن هنا يجب العمل على إشراكهم في الدورة الاقتصادية، وليس فقط
في المنتج اللي هو اللحوم الحمراء هناك الجلود، هناك الأسفيغ، هناك الألبان، هناك كل الصناعات التي يمكن فعلها من جراء الماشية. والهدف أيضا هو إشراك مربو المواشي في الدورة الاقتصادية، ونؤمن أن يتغير هذا مع إنشاء وزارة لتربية الثروة الحيوانية، وهي بالضرورة وهي ضرورية كي يكون هناك متابعة فعالة لهذا القطاع. وينبغي للحكومة أيضا أن تشجع إطلاق عملية تجريبية لتجهيز وتصدير اللحوم الحمراء والجلود بواسطة شركة خاصة، وإشراك القطاع الخاص، والسماح لهؤلاء المربو الماشية بالاستفادة أيضا، وإشراكهم مع الأسواق العالمية والإنتاجية، لأنهم الآن ليسوا مربوطين بالأسواق. وعندما تربطهم الإنتاج الهائل الموجود هناك، هذا يولد الكثير من المردود الإيجابي ومن الاهتمام بنسب الفقر. جميل جدا. لو عرضنا للدراسة بشكل يعني متجزي على الأبواب لن نخلص أكيد، لأن دراسة طبعا عرضت لقطاعين من أهم القطاعات الحيوية الاقتصادية في الدولة الاقتصادية في موريتانيا. فقط أتوجه إليكم بسؤال عن مثلا الملاحظات الأبرز التي استقيتم وأنتم تعدون وتحدثون هذه الدراسة عن الاقتصاد الموريتاني، وخصوصا رغم أن الدراسة لم تعرض في نسختها هذه على الأقل للقطاع المعدني في موريتانيا، عرضت لقطاعين حيويين مرتبطين بيوميات المواطن العادي، قطاع الزراعة التي تدخل منتجاته طبعا في 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 الغذاء اليومي للمواطن، قطاع تربية الماشية، وربما ما ينبغي أن يفعل من القوانين المتعلقة بالاستثمار الداخلي في هذا القطاع في هذه القطاعين وربطهما بالسوق العالمية. أهم المعوقات التي ربما حصلت لديكم إبان هذه الدراسة عن معوقات الاقتصاد الموريتاني الماثلة اليوم في العالم. نعم، لقد حققت موريتانيا معدلات نمو في الآونة الأخيرة في آخر 5 سنوات عالية، وبالمقارنة مع البلدان الأفريقية الأخرى وبالبلدان الغرب الأفريقي كانت متقدمة نوعا ما، واعتمدت في شكل خاص على قطاع التعدين وعلى الأسعار العالمية لقطاع التعدين التي أبنت مدخول كبير. الآن هذه الدراسة ماذا تقول؟ تقول أن هناك احتياج لموريتانيا إلى البناء على ما تحقق فعلا من إنجاز في النمو الحالي، لي من أجل الخروج من دائرة النموذج الراهن القائم على عائدات التعدين. لماذا؟ لأن من خلال أولا هناك فرص متاحة للتنوع المستدام في قطاع صيد الأسماك، هناك الزراعة، هناك الخدمات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحتى قطاع السياحة. وما يتطلب هو 1 الشراكة مع القطاع الخاص، إصلاح وهذا يتطلب إصلاح نظم الاستثمار القانونية في المملكة، تكملة النهوض في ما يسمى الانفراستركتور، البنى التحتية للبلد، والذي هذا بدأت فيها الدولة. ثانيا الاستثمار في المورد البشري، وهذا مهم جدا 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 لمستقبل موريتانيا، وهذا شيء أساسي، الاستثمار في التعليم في كل مراحله. وثالثا إدماج جميع مكونات المجتمع خصوصا المرأة والشباب. حاليا كما تظهر الدراسة
مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أكثر هي في المجال السياسي مثلاً من مجال العمل. والمرأة تشكل 50% من المجتمع، وبالتالي دخول المرأة إلى الحياة الاقتصادية بشكل فاعل أكثر يكبر الاقتصاد ويساعد على خلق المزيد والمزيد من فرص العمل، ويفجر طاقات هائلة موجودة عند المرأة الموريتانية. وبالتالي إذا يمكن أن ألخص بجملة واحدة، هو النمو المستدام في موريتانيا المبني على قطاعات متعددة، والقطاعات المتعددة هي التي ستؤمن استقلالية موريتانيا من التذبذب في أسعار السلع الخارجية، السوق العالمية، وبالتالي تقلل المخاطر الموجودة على هذا النمو. جميل جدا، ذكرتم نقطة مهمة فعلا، وهي نقطة ربما تنادي بها صحف محلية وينادي بها الإعلام، هي نقطة الاستفادة من المقدرات البشرية والكادر البشري وتكوينه. ونقطة أخرى أهم هي لفت النظر للتعليم بمختلف مراحله. هناك مثلا دراسات متعلقة بهذين الجانبين فيما يتعلق مثلا بطالة الشباب، رغم وجود هذه المقدرات الهائلة سواء في قطاع الصيد التقليدي، قطاع الزراعة، وقطاع ربما التعدين، هناك نسب عالية ربما للبطالة، وهي عرضت لها دراسات، وربما عرضت لها دراستكم في بعض أبوابها. هناك أيضا التعليم، فيما يتعلق بالتعليم هناك ربما ما يوصف بتردي في بعض مراحل التعليم، وغياب بعض التخصصات الحيوية التي تربط الخريجين بالسوق العالمية. هناك مثلا غياب مثلا للخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات، في المجال الزراعي بشكله الفني المتقن حسب هذه الدراسات. يعني ماذا تقترح الدراسة ربما في مستقبل هذين القطاعين الحيويين، واللذان ينتجان لا محالة جيل من الكادر البشري المؤهل لولوج السوق والدخول في معترك عجلة النمو والبناء لهذا البلد السائر في طريق النمو؟ نعم، لقد أمنت الحكومة الموريتانية فعلا استثمار الأموال اللازمة للاستثمار في البنى التحتية، وهذا من جراء المردود المالي الذي حصلت عليه من قطاع التعدين، وقد استثمرت. ويمكن عندما تنظر إلى بعض العمران والطرقات، هذه أصبحت موجودة في موريتانيا في نواكشوط على سبيل التحديد، ويجب، ولكن لم تستطع أن تصب ذات المجهود نحو الاستثمار في القطاع التعليم. والدراسة تقول أن هناك دور يجب أن تلعبه الحكومة الموريتانية في هذا الأساس، في التعليم الأساسي لكي يتاح للجميع، توسع قاعدة الالتحاق بالمدارس، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، حتى التعليم الفني اللي موجود، ليتلائم مع متطلبات سوق العمل، والتحدث مع القطاع الخاص لمعرفة ما هي الموارد البشرية المتاحة، لأن الكادر الفني في موريتانيا يجب أن يتوسع كما قلت، وهناك نقص في الكادر الفني، الكادر الزراعي، الكادر الصناعي، الكادر المالي، وهناك لذا يجب زيادة الاستثمار في هذا المجال، والتحدث مع القطاع الخاص لمعرفة ما يريد، والتوسع أيضا من نواكشوط إلى خارج نواكشوط، وضم المدن الأخرى والقرى لا مركزية الأخرى. لا مركزية بمعنى 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 مشاركة الجميع في التعليم، ومستقبل موريتانيا هو في التعليم وفي شبابها وبناتها، هذا هو مستقبل. دكتور وائل منصور، كنتم ضيفنا هذا المساء في قراءة في الحدث، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى أن تجمعنا حلقة قادمة من قراءة في الحدث، هذه تحياتي. شكرا لك.